السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في أول وظيفة صار لنا فترة نتكلم عنها، اليوم شوي نتكلم فيها. أولا طبعا أشكر جميع التساؤلات اللي جت بخصوص الموضوع، وإن شاء الله نحاول يعني نقدم اليوم شيء لو بسيط عن الموضوع. من أكثر الأسئلة اللي جت كانت بموضوع القروش، الراتب، وكيف تحدد أولوية. موضوع الراتب طبعا موضوع حساس، وكل من يعني يبي الأكثر، لكن في أول وظيفة ابحث عن الشركة أو المؤسسة اللي تعطيك أكثر خبرة وأهم من الراتب. يقول لي أحد الأقارب قدم على كثير من الشركات بعد التخرج، وقرر يقبل عرض شركة عطته راتب أقل من النصف اللي باقي الشركات بعضهم عطوه. هل تحسون الشخص هذا مجنون؟ لا طبعا، لكن هي جنون العبقرية، كان يبحث عن الخبرة وهذا اللي فادته بعدين. يقول التضحية بالراتب كان عبارة عن أضخم استثمار وجنيت فائدته بشكل خيالي ولله الحمد. فكرة هنا طبعا مش انك ترفض الفلوس، لكن انك تبحث عن افضل شركة ممكن تعطيك افضل خبرة في وقت قياس. كيف المعادلة الصعبة ان بعض الشركات السنة عندها عن 3 سنوات او اكثر في شركات ثانية. يقول حد رؤساء الشركات من اهم واول الاشياء اللي ينظرون لها في الموظف الجديد هي الالتزام بالوقت والدوام. شغلة مهمة جدا، كون ملقوف، وهذه مو بس أنا كلامي، كلام غيري. اسأل 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 من الكبير إلى الصغير. لما نقول من الكبير للصغير، حتى المنظف تبي تتعلم منه. اسأل اسأل اسأل، علشان ما تطير الأفكار اكتب، خل عندك نوت في جوالك، في كتاب، في دفتر، لا تعتمد بس على الذاكرة. من الأسئلة اللي جت، هل تروح شركة كبيرة أو مؤسسة صغيرة؟ يعتمد طبعا. اولا الشركات الكبيره احنا ما ننكر ان الواحد يعمل فيها يكسب كثير من الخبره وغيره، لكن بعض الشركات الكبيره صارت فيها كثير من الروتين والبيروقراطيه اللي صارت الصغيره تتفوق عليه. في المؤسسات الصغيره هنا ودي بعد اشمل الستارت ابس الناشئه اللي قد تكون فوضى لكن قد تكون لها قيمه عاليه. بالنهاية نرجع لنفس النقطة اللي هي ما يهمني بالنهاية شركة كبيرة صغيرة ستارت اب، اللي بتعطيك أكثر خبرة في أقل وقت. ودي أرجع حق موضوع اللقافة شوي، إنك تكون ملقوف وتسأل 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 ما يعني إنك تكون غثيث وقاعد على قلبي، لا. وهذه جزء منها بما يسمى بالسوشيال انتليجنس والإيموشنال إنتليجنس أو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. من أحد الأسئلة اللي جات كان موضوع الكالتشر حق الشركة أو ثقافة الشركة، بعد جدا مهمة، اللي هي بيئة الشركة وثقافتها، هل هي محفزة ولا محبطة، الجو العام كيف. من الأسئلة الصعبة صراحة اللي هي أنا كيف أعرف طيب إن هل هذه الوظيفة فعلا تناسبني ولا لا. ما في حل سحري، لكن فكرتها عامة انك انت مو بطايق المكان اللي انت فيه ولا تحس ولا تشوف نفسك فيه ابد. طبعا ما نذكركم باهمية الابتسامة، كون بشوش، وسع صدرك، خلي الناس يقولون يا زين هالموظف الجديد. وبكذا ننهي سناب اول وظيفة، ان شاء الله عجبكم وكان خفيف، وموفقين ان شاء الله.